48 ساعة وبتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز لموسم 23-24. بمجرد الإعلان دايما عن مباراة القمة الجمهور بينتظر لحظة الإعلان عن الحكام. الفترة الأخيرة شهدنا أن أصبح هناك حكام مصريين بيديروا هذا اللقاء المهم. عشان كده لجنة الحكام أسندت مهمة إدارة مباراة القمة للحكم الدولي إبراهيم نور الدين، والمباراة دي من ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، طبعا المسابقة الأكبر، في حالة من الجدل، في حالة من أسئلة كتير بتدور حوالين اختيار هذا الطاقم، طاقم التحكيم. احنا معانا الأستاذ أحمد درويش الناقد الرياضي. أستاذ أحمد أهلا بيك معانا، وكل سنة وأنت طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ يوسف، وكل السادة المشاهدين بخير وصحة وسعادة وعيد سعيد على كل المصريين إن شاء الله. وحضرتك طيب، احنا كنا خلاص انتهينا في مصر من مسألة الحديث عن الحكم المحلي، لأن خلاص نجحت التجربة. المرة دي بعد إعلان طاقم التحكيم بقيادة الكابتن إبراهيم نور الدين، في حالة كده من الجدل، تفتكر ليه؟ خلينا نقول مبدئيا كده ان ابراهيم نور الدين ما كانش هو الحكم المرشح الاول لاداره هذه المباراه. كان المفروض المباراه في حاله اقامتها في دوله السعوديه العربيه الشقيقه، طبعا تحت رعايه موسم الرياض ومستشار التركي آل الشيخ، الامور اتبدلت والمباراه اصبحت هنا في القاهره في ميعادها يوم 15 على ملعب استاد القاهره. كان المرشح وقتها الحكم الدولي محمد معروف هو الحكم الاول او المرشح الاول، لكن الاحداث اللي شهدتها مباراه ابو سليم الليبي ونهضه بركان المغربي في بطوله الكونفدراليه وما صاحبها من احداث مؤسفه تم الاعتداء من خلالها على الحكم المصري محمد معروف، فلجنه الحكام بقياده البرتغالي بريرا قررت انها تغير الدفه وتختار الحكم ابراهيم نور الدين. خلينا نقول بس ان ابراهيم نور الدين يا استاذ يوسف من الحكام الدوليين اللي بقى لهم 11 سنه في الساحه الدوليه كحكم دولي، وسبق له اصدار مباراه قبل كده في موسم 2013-2014 بين الاهلي والزمالك، وقتها انتهت بفوز الاهلي بهدف احرزه ايامها احمد توفيق لاعب الزمالك في مرماه، واحتسب ركله جزاء الزمالك وقتها اهدرها محمود فتح الله. يعني دي مش اول تجربه لابراهيم نور الدين كحكم ساحه. ابراهيم نور الدين سبق له حكم ماتشات كبيره جدا جدا جدا، وزي ما شفنا اخرها مباراه الارجنتين في التوقف الدولي من 4 شهور، لكن دايما ابراهيم نور الدين بيبقى حظه ان هو بيتواجد في مباريات فيها احداث، فيها اثاره، ضربات جزاء، اهداف عليها شكوك، لكن ابراهيم نور الدين من الحكام الاكفاء، الحكام الجيدين. لكن انت عارف بقى ان دلوقتي ان احنا في عصر السوشيال ميديا وعصر الانتقادات، فبتلاقي بقى النهارده شفنا اشاعات مختلفه، يعني قرينا ان دي اخر مباراه تحكيميه لابراهيم نور الدين وهيعتزل، ودي اشاعه ما لهاش اي اساس بالصحه. انا اتكلمت مع ابراهيم نور الدين نفسه واكد ان هو ده الموسم الاخير له في التحكيم، لان هو هيكون 45 سنه لكن مش هيعتزل، وطبعا احتجاجات منسوبه يعني للاهلي واحتجاجات منسوبه للمسؤولين في الزمالك ان هم رافضين ابراهيم نور الدين، لكن الحقيقه ما فيش اي احتجاج رسمي لا من الاهلي ولا من الزمالك على الحكم المصري ابراهيم نور الدين، اللي احنا بندعمه وندعم اي حكم مصري يا استاذ يوسف، عشان احنا اولى بالعمله الصعبه في التوقيت ده في مصر طبعا. لا هو انا ما بتكلمش على الاحتجاجات الرسميه، انا بتكلم على الجمهور، وطبعا معروف ان الجمهور عمره ما يعني شجع حكم، ما فيش حكم كده مقبول من كل الجماهير. بالظبط. هل الاشاعه اللي طلعت باعتبار ان دي اخر مباراه فكان مثلا ان هي تكريم لي مثلا ف لا لا لا، انا هقول لحضرتك ملابسات اختياري بعيدا عن ابراهيم من الحكام الجيدين. خلينا نقول برضو ان في بعض الاسباب اللي ادت لاختيار ابراهيم نور الدين. اول حاجه ان الحكام الدوليين هشرحهم مع حضرتك. امين عمر حكم الدولي هو سبق قبل كده ادار مباراه الاهلي والزمالك، ادار مباراه الاهلي وزد اخيره في الدوري العام في الاسبوع الاخير، وحكم طيب في كاس العالم. لا انا بتكلم الجوله دي، الجوله دي من يومين الاهلي كان بيلعب مع زد، هو كان الحكم. محمد عادل هو كان حكم مباراه المصري وفيوتشر في الدوري العام. محمود البنا في احتجاج عليه وفي خطا نسب اليه في مباراه الاهلي والبنك الاهلي في الدوري العام، وخسر الاهلي وقتها 4-3 في شهر رمضان الماضي، وبالتالي استبعد محمود البنا.
محمد معروف اللي هو حكم كان مرشح لاحداث تم الاعتداء عليه الكونفدراليه ادت الى استبعاده. احمد الغندور اللي هو حكم رابع في هذه المباراه حكم مباراه الزمالك والاتحاد الاخيره في الدوري العام. فاتحاد الكره المصري ولجنه الحكام شافت ان انسب ابراهيم نور الدين. خد بالك في مؤشرات كمان كانت بتقول ان ابراهيم نور الدين ايه هي؟ احنا بقى نعرفها. إيه؟ الاسبوع الاخير من الدوري العام تم استبعاد او اراحه ابراهيم نور الدين من تحكيم المباريات. وبالتالي كان هناك نيه من لجنه الحكام انها تسند المباراه الى الحكم الدوري ابراهيم نور الدين. وبالتالي لا ابراهيم نور الدين دي اخر مباراه لي هيعتذر ولا هي تكريم له ولا ابراهيم نور الدين. وخد بالك دايما يا استاذ يوسف الحكم اللي بيحصل عليه لغط من الجمهورين الاهلي والزمالك فتعرف ان ده لا محسوب على الاهلي بالظبط ولا محسوب على الزمالك بالظبط. وبالتالي ابراهيم من النوع اللي هو تقدر تقول حكم مرزق في ماتشاته دايما بيحصل حاجه جدليه فبيخطف الاضواء شويه بيخطف الكاميرا شويه. وبالتالي احنا بنقول ابراهيم نور الدين انت عندك مهمه كبيره لو بتختم حياتك التوفيق طبعا انها تختمها بعد 11 سنه تحكيم دوري ختام جيد جدا نتمنى لك التوفيق ماتش مهم واحنا بندعمك عشان هيبه ومكانه التحكيم طيب. المصري اللي كان متميز في كاس الامم الافريقيه. طيب احنا طبعا بنتمنى له ما فيش تدخل طبعا من اتحاد الكوره في الاختيار طبعا ده عشان ناكد على المعلومه دي بس لان كان فيها برضو كلام طيب. وعلى فكره اتحاد الكوره طلع بيان النهارده طلع بيان رسمي فوجئنا باختيار ابراهيم نور الدين وهو اختيار من قبل رئيس لجنه الحكام. طيب نتكلم بقى على تشكيل بقى الفريقين والاصابات، يعني كان في ناس اتكلمت شافت ان امام عاشور موجود في التمرينات، يعني في كلام بقى عن الاصابات والاستبعاد والحاجات دي كلها. شوف المؤكد ان الاهلي هيفقد ياسر ابراهيم، محمد الشناوي، الوديانج وحسين الشحات. ده غيابات مؤكده. غيابات مؤكده اه. مروان عطيه عنده اصابه ولكن انا اعتقد ان مروان عطيه حتى في حال عودته لن يكون لاعبا اساسيا. امام عاشور عاد التمرينات بدا التمرينات امبارح لكن من الصعب تواجده في تشكيل الاهلي او حتى في القائمه الاساسيه. الاهلي بيرسي تاو اعتقد هيعود، طاهر محمد طاهر هيعود، علي معلول هيعود لكن الغيابات الخمسه اللي انا قلتها بما فيها امام عاشور خارج قائمه الاهلي نهائيا في لقاء الزمالك. الشناوي، ياسر ابراهيم، الو ديانج، امام عاشور، ومروان عطيه بنسبه كبيره مش هيكون اساسي على الاقل لو حتى دخل قائمه ماتش الاهلي لكني استبعد وجود حتى مروان عطيه. يعني بيرسي تاو اعتقد بيرسي تاو هيكون موجود في قائمه مباراه الاهلي والزمالك. لكن حسين الشحات لا. طبعا حسين الشحات لا طبعا حسين الشحات اصابته بس دي غيابات مؤثره جدا برضو على فريق النادي الاهلي. طبعا هي غيابات الاكثر تاثيرا في قوام الاهلي الاساسي. لان اصابات نادي الزمالك اعتقد ان هي محمود علاء بعيد جدا عن المشاركه بقاله فتره، محمد عبد الشافي بعيد جدا عن المشاركه بقاله فتره، الونش بعيد جدا عن المشاركه، اي نعم الونش لعيب مهم جدا لكن الونش بقاله سنه ونص غايب عن تشكيل نادي الزمالك، محمد صبحي الحارس اعتقد ان هو مش الحارس الاساسي الفتره الاخيره، اوباما واعتقد برضه ان هو غيابات الاهلي اتقل شويه من غيابات الزمالك وبالتالي اعتقد ان تاثير غيابات الاهلي يكون اقوى من تاثير غيابات الزمالك وان كانت الحاله المعنويه للزمالك الفتره الاخيره اعلى وان كانت المستوى في الزمالك الفتره الاخيره او تحديد الماتش الاخير امام الاتحاد السكندري ادى امل ودافع لجمهوره ان الزمالك يا استاذ يوسف بقاله سنين طويله ما كسبش النادي الاهلي في الدور الاول. وبالتالي طبعا وبالتالي توقعاتك يا استاذ احمد توقعاتي اعتقد ان المباراه لن تنتهي بالتعادل، حد فيهم هيكسب. لن تنتهي بالتعادل حد فيهم من اليومين دول او الفتره الاخيره كعبه عالي زي ما بيقولوا. شوف هي مباراه الاهلي والزمالك ما بتحسبش كده. ملاش يعني حسب. واحنا في السعوديه المباراه كانت تميل الى نادي الزمالك كاستحواذ بشكل افضل، لكن في النهايه الاهلي كسب هو من احرز وسجل وبالتالي صعد المنصات التتويج. دايما مباراه الاهلي والزمالك دايما بتكون خارج المنهج بره التوقعات. لكن في الاهلي في الدوري الامر بيختلف. يعني ممكن نشوف كوره حلوه. لان الدوري لسه طويل. الاهلي لعب 10 ماتشات، الزمالك لعب 12 ماتش. دي مش مباراه حاسمه في مفترق الطريق يعني. لا دي هتحسم بطوله ولا دي حد هيهبط بيها. بالظبط.
لكن دي ثلاث نقط هيفرقوا قوي مع الزمالك، لان الزمالك لو كسب هيقلل الفرق مع الاهلي الى ست نقط بس في رصيد النقاط المهدره، والاهلي لو كسب طبعا السعاده الثقه ان ده عنده ماتش مهم في نصف نهائي كاس الكونفدراليه تمام، وده عنده ماتش مهم في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وبالتالي هيكون دافع وحافز مهم للفريقين. طيب بمناسبه بقى دوري ابطال افريقيا، هل الاهلي يعني كل تركيزه كامل ولا عينيه اكتر على البطوله الافريقيه وخصوصا مباراه مازيمبي القادمه؟ شوف خلينا نتكلم في المنطق، يعني هو الاهلي عنده مهمه صعبه جدا لانه هيلاعب مازيمبي في مازيمبي الساعه 3 في ملعب صعب جدا محدش بيكسب فيه من سنوات طويله فوق ال 20 سنه، والعوامل هناك ما بتبقاش عوامل صحيه قوي معتاده، يعني بنشوف تحكيم في لغط في ماتشات مازيمبي، درجه حراره ورطوبه عاليه جدا. لكن عايز اقول لك ان الاهلي لو مباراه ثانيه مثلا في الدوري مع كامل احترام لاي فريق ثاني كان الاهلي هيريح لعيبه ويعمل روتيشن عشان عنده نص نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن طالما الامر امام الزمالك الامر بيختلف. تبقى يا استاذ يوسف قمه الاهلي والزمالك هي القمه الاولى في الوطن العربي، وبالتالي لا خلاف ان الماتش هيكون محل واهتمام وتركيز كولر واللاعبين بدرجه كبيره، خصوصا ليه بقى؟ الفتره الاخيره شهدت اهتزاز مستوى وانتقادات للنادي الاهلي وكولر بعد الخساره من البنك الاهلي وبعد التعادل مع انبي وبعد الفوز بصعوبه في اللحظات الاخيره امام زد، فبعض جماهير الاهلي ما اصبحش عندها ثقه قوي او عندها غضب شويه على لاعبتها، عشان كده بقول لك الزمالك في اجواء اريح الفتره الاخيره بيفوز على الاتحاد بثلاثيه بعرض كبير وعرض رائع مع تألق زيزو وعبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ما، وبالتالي اعتقد ان المباراه تكون صعبه على الفرقتين، ده عايز يكسب أكيد. عشان يكسب ثقه جمهوره وخصوصا بعد خساره الكاس من الاهلي، وده عايز يكسب عشان يستعيد الثقه عشان عنده ماتش مهم جدا قدام مازيمبي، وبالتالي الماتش ده هيبقى صعب جدا على الجميع. واتمنى ان 20,000 متفرج من خلال منبرك من التلفزيون المصري القناه الاولى يا استاذ يوسف، 20,000 متفرج يكونوا عند حسن ثقه الجميع ان شاء الله، لان احنا نامل ان 20 يبقوا 50 و60، ونتمنى التوفيق طبعا لابراهيم نور الدين وكل عناصر اللعبه ان شاء الله. وانا بشكرك جدا، ونتمنى ان احنا نشوف مباراه تليق بالبطلين الاهلي والزمالك. الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا.